السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي فقاقير لكننا لا نباع ولا نشترى بالملايير فقاقير لكننا بدون فيزا نطير سنطير كذلك اليوم في هذا العدد الجديد من في المرجرنال الموسمي السادس مرحبا بكم جميعا الحالة صعبة خوتي وكما قال هذا الطبيب ربي إن شاء الله يعطيه القوة هو وكل الأطباء في بلادنا الحل الوحيد هو البقاء في بيوتنا نحن نعيش في بلد عنده منظومه صحيه فاسده مهترئه ضعيفه ما تكلوش عليها ما نغدروش اي سيت اون فيرال دونك في الحاله الطبيعيه المالادي الداء عندما يكون فيرال ما عندوش ما عندوش الدواء تاعو دونك لازم لوروبو لازم الانتبيوتيك لازم ريحوا في دياركم خاوتي ريحوا في دياركم ما تعديوش خاوتكم واخوتاتكم دير ريحوا في دياركم ما تعديوش امهاتكم وابائكم ريحوا في دياركم ما تعديوش جداتكم وجداتكم يرحم والديكم خالتي لا سيتوياسيون في بلادنا الي طري طري غراف لا سيتوياسيون اي دوطون بلو غراف خالتي عندما ننظر الى منظومه الفساد هذه اللي ولات دير لنا حفله وقطع الخيط هذاك تاع تعال... تاع تعال... تدشين تعال... المنشات الضخمه تاع التكنولوجيا والعلم كلها تسب هذا الشعب المسؤول الجزائري ذكا ولا يجي باش يدشن حنفية خاوتي روبيني روبيني يجيو خاوتي وسائل الإعلام ويصفقو ويقصو ريبون باش يدشنوا روبيني في بلادنا هذه هي الجزائر الجديدة. عندما يطلب منك المسؤول تحط الدرابو في الطاقة تاعك وفوق الدار تاعك، معناتها باللي هذا المسؤول رو يريد أن يغرس في يغرس فينا الوطنية. لكن في الدول المتقدمة والمتطورة والقوية، الوطنية مغروسة في الناس عندما يولد، لأنه يولد في مستشفى نظيف. وومو نعم بوكل السلام عليكم خاوتي راكم تشوفوا الموتى مطايشين في الشمس اللي عنده ست ايام اللي عنده سمانة, اللي عنده عشر ايام ارواحوا خويا خاوتي تشوفوا الناس يتعاني تقول له اعطيني ندفن يقول لك ما نمدش هاكم تشوفوا خاوتي قافلين علينا الباب راني فوق الباب وكاع نصور هاكو تشوفوا في الحاله اللي رانا فيها الموتى هامون في الشمس لا أمور لا والو يكذب عليك اللي يقول لك لا ها خويا شوف بعينك راه مسبيطار قافلين وجينا نديو الميت تاعنا عنده ست ايام ما يقولك ما كانش بيبان قافلين الناس يتقابد برا اللي طايح طايح اللي ميت ميت ها تشوف خويا هاك هاك تشوفوا ها هاني فوق الباب واحد ما اللي عليك يقول وينك هاي لامور تاعكم هاي لامور تاع السبيطار هاك تشوفوا فيها خاوتي اقفلوا علينا السبيطار هذا خلينا نموتوا برا ها ها من الموتى صنادق يديروا بالدمومات هاكم تشوفوا فيها ما ها بلا الداخل ها. اللي الداخلة هذه اللي شاف سعينا برك ها ام خاوتي ها ها. بربو. بربو. ها ربي يجيب بربو. الخير خاوتي رانا نعاني هذه هي البلاد آه. هذه هي احسن منظمه صحيه في افريقيا هاكم تشوفوا ها هاي لكم احسن منظمه صحيه في افريقيا ربي يجيب الخير خاوتي والسلام عليكم المسؤول الجزائري ولا يعيط الوسائل الاعلام التحتيم الشعبوي ويجوا يصفقوا ويقطعوا الريبون باش يدشنوا حنفية ربيني خاوتي قالوا لنا ديروا العلامات فوق دياركم وعد التوقيت تاعكم لو 5 جويي 2020 وديارنا وحياتنا مزالت حابسه في 5 جويي 1962 هذه بيوت المواطن الذي تطلبون منه ان يرفع على سطح بيته العلم الوطني عندما المسعول الجزائري يقول لك دير الاعلام فوق دارك معناتها باللي راهي تخضت وعلاه لان المواطن اللي يحب بلده يدير الاعلام بلا ما يدومونتي ولو روح الامريكان وروح لكندا وروح لاي بلد متطور المواطن يمسي الاعلام تاع الدرابو تاعو في العيد الوطني تاع البلاد تاعو لماذا لانه يحب بلاده بدون مقابل زاد في بلاد حره مستشفى فيها نظيف والطبيب يسلك مليح وموكي كي زيدت فرحت لماذا؟ لأن بنها سوف يعيش في بلد سوف يحترم ابنها سوف يربيه ويثقفه ويقريه في أحسن المدارس ويطلعه في أحسن الجامعات ويوفر له كل الوسائل باش ينجح ويصبح مواطن واعي لكن احنا كل الظروف باش نوليو مواطنين مدقدقين رايبين نطلعوا فوق السطح تاع البلديه ونكبوا على فريستنا ليسونس ونشعلوا النار ربي شعل النار في كل مخططاتكم الجهنميه يا مجرمين ولايه ورق لا ترحبوا بكم خاوتي عندما رايت هذه الصوره تذكرت صوره تلك العاصمه الصحراويه التي في تصل فيها درجه الحراره الى 63 درجه كويت سيتي شوفوا هذه الصورة تاع ورقلة وشوفوا هذه الصورة تاع كويت سيتي الفرق بين هذه وهذه خاوتي هو أن الناس تاع كويت سيتي يسرقوا في البترول بس هيخليوا شوية للشعب الصورة تاع ورقلة الجماعة اللي حاكمينها ماسين البومبا تاع ليسونس الكل تروح لجيوبهم والشعب يدي الزيرو ويقولوا لهم حطوا العلم فوق الشرفات اسي محمد احسن منظومه صحيه في افريقيا وفي العالم وحبه من حبه وكريه من كريه والموتى راهم يحوشوا فيهم تحت السمش ما عندهمش استراتيجيه باش يحيونا وما عندهمش استراتيجيه باش يموتونا تي فوا كومون سا سباس دون ليسباس كي تموت تتحرق وكي تعيش تتحرق وكي تهدر يديروا لك لي مونوطو وهذه هي الجزائر الجديده سيفري مسينا الطرق سيفري دي زفتوهمنا لكن دائما يديروا لك حاجز في راسك ويديروا الخدودانه في الطريق ولا ما كفاش الدودانة يديروا فيها بوتو اذا ما دخلتش في البوطو يضربك التريسيتي لان الخيوط ساعة لساعة تطيح في مرحبا بك في الجزائر الجديده تيك والله كنت اشتقبك هذيك كنت ضحكنا شويه قصر معنا شويه جبنا لزام بلاك واللي تطيش برك حاجه ما تعجبك اسمع مليح خويا زروك أفضل أن أزعجك بالصدق على أن أرضيك بالكذب والي سطيف تلحق الوحدة ما نحب حتى واحد برا ندير دويرات ونراقب أضربو يعرف ما ضربه والي والي في 2020 يدعو رجال الأمن إلى استعمال العنف ضد المواطن لا يمكن البتة لأي مسؤول في بلد يحترم فيه أن يطلب من رجال الأمن أن يستعملوا العنف ضد المواطن تحت أي سبب كان كورونا كانت أو خنونة هذا الوالي يجب عليه أن يمثل أمام القضاء لماذا؟ لأنه تعدى صلاحيته وطلب من الشرطه ومن الجدر ومن العسكر استعمال العنف ضد المواطن الجزائري كي تلقاه خارج برلا دير دلو له دلو الحبس ويوقف الجوج ولا دير بروسي ما تضربوش لكن ثم ولفتو تضربونا ولفتو تسبونا ولفتو تتفلوا علينا ولفتو تبكيونا ماتنا ولفتو تخطفونا ولفتو تقتلونا ولفتو تدفنونا في الارض وتبنيو فوقنا الباطيمات وهذا ليس ببعيد على وال مثلك في مسيله كان يقول هذا الكلام اللي بغى يحرق روحه يحرق ومن اراد الانتحار شنقا فلينفعل حياتنا لا تهمكم مماتنا لا يهمكم الهمهم هو الامر الوحيد الذي يهمكم في الجزائر الجديد لي ميدسان راهم يموتوا، لي يموتوا، لي زانستيزيست يموتوا، لي يموتوا. الناس اللي راهم يضحيوا بأنفسهم باش يمنعوا لي يموتوا. شكون لي ديزانفيرمي خاوتي كانوا على رطريت ولاو يخدموا باش يمنعوا ليزالجيريا كان كاين دي ديزانفيرمي متطوعين خرجوا على رطريت ورام يخدموا باش يضحوا بوقتهم وبانفسهم باش يمنعوا ليزالجيريا من هذا الوباء لكن في نفس الوقت المينيستر يجي من الجي بسكرة في ان بريفي ويجيبوا الورد ويديروا له قسما هذا مقام تاع ورد وتاع الله لا يتربحك كلما رايناك في التلفزه كلما همست بكلمه كلما اخذت قرارا الا واهنت نفسك انت واصحابك للسينيستر سي تا مومون دو بخوندر دي فلور بنات رامي يموتوا امهاتنا رامي يموتوا الناس راهي مطيشين في لي زوبيتو رامي يموتوا 400 كيلومتر ديرها بلافيون وفي بسكره ما عندهمش لي ماشين تاع ريسبيراسيون لي فونتيلاتور تهز طياره من تزاير العاصمه 400 كيلومتر تور اي بول في الطوموبيل الفخمه باسكو عندك 25 طوموبيل وعندك 25 شوفور كليماتيزي وعندك لي لي موطار يحلوا لك الطريق دونك تور اي بول في اون 3 زور لكن نو تجي في ان افيون بريفي قداش تقام هذاك الفول 100 مليون 200 مليون ابا الفونتيلاتور الصغير داك تاع الاكسجين اللي راهو في العلمه ب 10 ملايين ابا نو غي بيون 20 ولا 30 كان جبت لنا 20 ولا 30 فونتيلاتور كان رحبنا بك

Yeah. <laughs> نخدموا وعدنا نخدموا مالينا وعدنا ديكاس يا مدير الساعه ديكاس بس انا معنا منك بسكرا بسكرا بس عندها رجال وعندها نساء بربي ان شاء الله ان شاء الله ما نخليش لا واحد ربي ان شاء الله ما نخليش لا واحد هو مدير الساعه مدير الساعه عاجلا 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 هو سبب الازمه اللي تحدث في الولايه الكارثه بسبب سوء التسيير الفيديو الذي نشر بالامس سيدي الوزير لقد جهز المستشفى من اجلك من اجل عيونك يا سيدي السينيستر ام بنترو الباب تاع المستشفى رام بنتروه يا أصحاب المبنتر رام قالولك لك بلي في القراره قالولك بلي لا يوجد فيها طبيب الانعاش وما كانش الاكسجين وما كانش معدات التنفس وما كانش سيارات الاسعاف وما كانش ادوات الوقايه وما كانش النقل للطاقم الطبي وما كانش اطباء سبيسياليست يا مسيو سبيسياليست سبيسياليست في السب والنهب جبت معاك البياري وكأنك راح دير قره جاي تشوف لي ميتسان تشوف لي ملاد مسيلي لي موكب وكأنك راح دير قره الجيش الارهابي تاع الساحل تحشموش والمواطن عندما يتكلم ويتفوه بكلمة واحدة جيبوا له 25 بودي جارد و 25 بيري 25 بوليسي زيد ضربه زيد كل جد باباه مليح مليح انتوما راكم في 18 وتردوا دو لوي وراح يروح انتوما راكم وعندكم باش تمردموا جد باباه ولا زيد تضرب فيه وتركل فيه امام اعين الناس باش تقولوا لنا باللي حنايا غاشي وانتوما هما الامن وانتوما هما السلطة وانتوما هما الظلم وتما هما الحقره هذه هي الجزائر الجديده هذه هي الخطه الجديده اللي دارها البريزيدنت تاعكم يا 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 بصبع زروق وانت يا ايتها ذبابه اللعينه اللي الدفع على هذا الظلم ثم اللي هؤلاء الناس الذين خرجوا من رحم الشعب يوليوا دي يضرب يضربوا الشعب والخطه تاع سوارد والخطه تاع الاموال المنهوبه ما نقدرش نمدها لكم خاطر كان نمدها لكم يديروا كونتر خطه لكن الخطه لتدمير البلاد وتدمير معنويات الشباب ومعنويات الاطباء راكم فور فيها نستعرب بكم برافو صور <applause> <applause> اخرى لك ايها الرئيس الملعون الذي جاء به لتدمير البلاد وتدمير الحراك سنة مضت سنة مضت خاوتي من نهار لقيت صالح عليه من الله ما يستحق خلى هذاك اللي كان الشاف تاع تاع الصينا وقلبوا بريزيدون بار لمده 45 يوم ماتت ال 45 يوم ولا زال الشعب يخرج قالوا لازم تزيد تريح حتى نديروا له دوز الدوز دوز درتوا لنا دوز دوز اون فيت قفلتوا علينا بالدوبل سيس باش تجيبوا هذا الرعس الذي كان راعي هامل رئيس بلدية قلبته رئيس لأكبر بلد في إفريقيا لماذا؟ باش تولي عندنا أحسن منظومة صحية في إفريقيا وفي العالم حبة من حبة وكره من كره عينة صغيرة من هذه المنظومة الصحية شتوها في بسكرة وعينة صغيرة الآن نعتها لكم في المستشفى تاع <applause> وعشرين <applause> 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 مريض في 5 متر كاري وتجي تقول لنا حيث كانت الجزائر من بين الدول السباقة في تسيير هذه الجائحة كنتم من الدول السباقة في النهب والسرقة كنتم من بين الدول السباقة في تدمير معنويات هذا الشباب كنت من بين السلطة السباقة في تدمير معنويات المؤسسة العسكرية والناس اللي يهدروا الصح تقولوا لهم راكم تهبطوا في معنويات الجيش وانتم لا راكم تهبطوا في معنوياتهم لأنك أنت وأمثالك ولا زلت تجيبونا غير لي جون لو <applause> جينيرال ماجور عمر الخمساني نوفو كوموندون لا ريجيون ميليتير حوستو كتازات باش نجيب لكم العمر تاعو والله ما لقيت خوتي لست ادري اللي راهو في السبعين ولا في الثمانين ولا راهو خابطها في التسعين خاوتي. لكن هذا لا يهم. ما يهم ان الضباط الشباب اللي في عمرهم خمسين سنه وخمسة وخمسين سنه خرجوهم رطريات وعلاه؟ لانهم يخافون منهم ان يكونوا في الحبس ويدمروهم ويبنيوا بجزائر جديده، بمؤسسه عسكريه قويه. نو لا, لازم نقعدوا بين بعضنا لا دو لا دو لا On ne fait pas une bonne soupe avec de la vieille marmite. Non, il faut une bonne recette. Cette recette, c'est مؤسسة عسكرية قوية. تحمي المؤسسات تاع الدولة وتحمي الشعب وتحمي الدولة وتحمي المواطن. ماشي تحمي كمشة تاع الجنرالات دمروا جد البلاد. والمشروع الوحيد، المشروع الوحيد اللي يغدرو يهضروا علينا علينا عليه هو مشروع اتفاقية بين وزارتي المجاهدين والتضامن الوطني قريبا لتنمية الروح الوطنية لدى الأجيال الروح الوطنية لدى الأجيال لا تنمى بالمشاريع أبدا إذا حبيت تنمي الروح الوطنية عند المواطن له حقوقه إذا حبيت تنمي له الروح الوطنية عند الشاب لازم تقريه وتلبسه مليح وتعطيه اون بون باي وتخليه يتزوج وتخليه, وتخليه يسكن وتخليه يسافر وتخليه يعبر عما بداخله بلسانه وبقلمه ماشي منين يقول اه دزلو البياري وتضربوه للترمين يا مجرمين حاشاكم لا نوفيل تاكتيك تاع الرئيس تاعهم الري ري قالهاش سلال ربي ان شاء الله يبسك تو تو ويحيى في الادفيتا ميترنال في الحبس تحويل رئيس امن ولايه الصيف الى ولايه الزوزو نائب رئيس امن ولايه قسنطينه نور الدين يروح رئيسا جديدا لامن السطيف وترقيه رئيس امن ولايه عنابه ليصبح المسؤول الاول بمدرسة الوطنيه للشرطه وتحويل رئيس امن ولايه قسنطينه الى تلمسان من أغلبك ما عليك انا نحكم الواد وانت يا العب بالضامه سي محمد وبين الفينة والاخرى يجينا وجه مطلس طلسوا الكذب والنفاق طيلة أربع عهدات كان منبطحا يعبد ربه الذي هو الآن على كرسي متحرك ما يقدرش مان يروح للطوالات حاشاكم يجي يقول لنا غلام الله جمعية العلماء اقترحت عدم ذبح الأضاحي ونحن ننتظر فتوى اللجنة الوطنية وش فر جدك أيها المجرم وش فر جدك أيها السراق وش فر جدك يا رئيس عصابة النفاق وش فر جدك انت يا مدرسه ائمه السي سي بي وش فر جدك يا خطبه الجمعه المفاكسيه تمنعون اضحيه العيد وانتم ذبحتوا الجزائر من 62 وسلختوا الجزائر من 62 وعلقتوا لها جلدها وجد باباها تحت السمش وليتوا تسمونا مناطق الظل ربي ظلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله وما تلقوش في ذلك اليوم ولا ولي يدعي لكم ولا زاوية تدعي لكم يا مجرمين لن تجدوا في كتابكم ولن تجدوا في صحيفتكم إلا دعاوي أمتنا لبكيتهم إلا دعاوي الأمهات اللي لهم أولادهم إلا دعاوي الأباء والأمهات اللي منعتهم من حقوقهم يا غلام الله حتى اسمك نفاق بن حبيب لخاوتي اللي كانت تسافر على ظهر الهلال الاحمر الجزائري وكانت تبدل بيت الماء تاعها حاشاكم في كلوب دي بينس على ظهر الهلال الاحمر الجزائري وكانت تشري الدواء تاعها والماكياج على ظهر الهلال الاحمر الجزائري وكانت تسافر على الخطوط الجويه الجزائريه اللي داروها شركه عائليه راهي مع الان مع الامباسادور تاع لاسويس سويس خاطرش عطالها 872 قفه للفقراء الجزائريين حابين ديروا تزرعوا ال ال الروح الوطنيه للناس وتناحتوا مدام بن حبيلس وهي تطلب من عند السفير السويسري 872 قفه. حبيتنا تقولوا للناس بلي راحنا احنا اوني دي بوفر اون فا دوموندي لو امباساد سويس باش تعطينا الماكله للعائلات الجزائريه. هكذا تزرعوا فينا الروح الوطنيه. اه؟ مدام بن حبيلس لا تخيب خوش مدام بن حبيلس لي بنت فليقة ولات تري بروش مادام بنه بيلس للرئيس تاعكم الذي يمنعنا الادب من التلفظ باسمه هذه الجزائر الجديده الخطه الجديده هو انه يبقي على الدوله العميقه للقضاء على الجزائر الجديده التي يريد الحراك ان يبنيها هذه خطتهم الجديده خاوتي. تبهدلة هذه والله مش تبهدله خاوتي. تمنينا ان يكون مسؤول جزائري بالقرب من لومباسادور تاع لا سويس ويسيني معاه ان كونفونسيون باش لي زيتوديون الجيريان اي الجيريان يروحوا لو بي اف ال ليكول بوليتيكنيك فيدرال دو لوزان ولا بوليتيكنيك تاع زوريك دو زيكول كل عام مكلاسين بارمي لي دي ميور زيكول او تمنينا ان مسؤول جزائري ولا وزير الاعلام الالي ولا وزير تاع الجامعه يسيني افيك ان مينيستر سويش باش باش نسينيو لي كونفونسيون باش حنايا ثاني نتعلموا التكنولوجيا دون شاك دون شاك ساتيليت كي غرافيت اوتور دو لا تير خاوتي il y a une pièce et une technologie suisse من سينيو معاهم سينيو معاهم باش يصدقوا علينا 872 قفه للفقراء الجزائريين وحابين تزرعوا فينا الروح الوطنيه وانا اقول لكم من هذا المنبر كما قال علي شريعاتي رحمه الله عليه من اجل الحرية يفقد كل خطر خطورته وكل الم المه والموت يصبح حياة والجهاد يصبح راحة فلم الخوف؟ ما تنساوش خواتي ما تنساوش مطرحك في قلبي هذا البيت الطيب الذي سوف نبنيه لاباء اولادنا المرضى بالسرطان في مدينة الصيف هذا البيت الذي سوف يحتضنهم ويكون بين جدرانه الحب والامل يلعبوا فيه ويصوروا فيه ويشوفوا فيه السينما ويديروا فيه السبور ويلتقوا مع ابائهم وامهاتهم واصدقائهم ويديروا اعياد ميلادهم ويكون لهم الامل وينسوا الالم الم نشيميو الم مستشفياتنا المظلمه اننا نمضي نحو هذا الحلم كل يوم من خطوه خطوه بفضل صدقاتكم وتبرعاتكم وصلنا اليوم الى وثمانين ألف أورو خافتي كثر خيركم جميعا الله يستركم ويحميكم الله يشفيكم مرضاكم ويرحمكم موتاكم ويفتح أبواب الفضل في, وجوهكم كما فتحتم أبواب الأمل في وجوهنا ووجوه أبنائنا المرضى الله يحفظكم ويستركم خاوتي لا توجد قوة فوق الأرض يمكنها أن تقف في وجه فكرة حان وقتها الله أكبر وتحيا الجزائر تطلعوا في بعضكم خاوتي في أمان الله لا تنسوش 哦，这样。